مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. إن فهم ومعرفة سمات الشخصية للآخرين يساعدنا على التعامل معهم، ولكل أحد منا هذه الصفات والسمات لها معنى ودلالة في شخصيتنا، ولذلك نحن نقدم لكم اليوم معنى وصفات اسم صباح. معنى اسم صباح: صباح اسم علم مؤنث ومذكر عربي، جمع أصباح، والصباح هو أول النهار والفترة التي تسبق أو تلي شروق الشمس، الإشراق والجمال. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة منفتحة على الحياة، محبة لها ومتمسكة بها بدرجة قوية، خفيفة في إلقاء الفكاهة، وتميل لأن تكون شخصية معروفة ومشهورة جدا، ينجذب إليها كل من يراها من أول وهلة، ذكية ومن الصعب أن يستغفلها أحد. صفات حامل هذا الاسم: إنسان منطلق ويحب الحياة، يبتسم بالشجاعة والإصرار على تحقيق أهدافه، صاحب أدب وأخلاق، يحسن معاملة الكبير والصغير، يهوى السفر والتنقل في البلاد. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم صباح؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.